من الحدث. فرنسا تؤكد أن برنامج إيران النووي وصل مرحلة خطيرة وبات أقل قابلية للمراقبة، وتشددت على توسيع المفاوضات لتشمل صواريخها البالستية. مبعوث واشنطن إلى إيران يحذر أي إدارة جديدة من العودة للاتفاق النووي مع إيران، ويؤكد على أن عقوبات أخرى لا يمكن تغييرها بسهولة. الأمم المتحدة تشدد على خروج المرتزقة ووقف التدخل الخارجي كأساس للحل السياسي الليبي، وترحب باتفاق إعادة إنتاج النفط. مع إخفاق جولات جديدة من مفاوضات سد النهضة، السودان يحمل المنهج السابق مسؤولية الفشل ويطالب بدور إفريقي أقوى. ساعة مفصلة من الحدث، أهلا ومرحبا بكم. في تطور لافت في الملف النووي الإيراني، وفي تصريح نادر من باريس، أكدت الرئاسة الفرنسية أن برنامج إيران النووي قد وصل إلى عتبة خطيرة وبات أقل قابلية للمراقبة مما كان عليه بفعل اتفاق فيينا. الرئاسة الفرنسية وفي بيان لها شددت على ضرورة توسيع المفاوضات مع إيران لتشمل دورها الإقليمي وصواريخها البالستية. قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران إليوت أبرامز في مقابلة صحفية أن أي حكومة أمريكية تريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستواجه العديد من العقبات، ولا سيما أن إيران تنتهك الاتفاق النووي. وأضاف أنه منذ توقيع الاتفاق مع إيران قد طورت برنامجها الصاروخي الخاص ونفذت عمليات هجومية في جميع أنحاء المنطقة. وقال إبرامز أنه يجب على الحكومة الأمريكية التشاور مع حلفائنا في الشرق الأوسط وأماكن أخرى قبل اللجوء لتنفيذ مثل هذه الخطوة، مؤكداً أن هناك عقوبات غير نووية ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب ولا يمكن تغييرها بسهولة. من باريس ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب. أهلا ومرحبا بك دكتور خطار. دكتور خطار، يعني هذا التصريح وعلى هذا المستوى من فرنسا الحديث هنا، يعني لماذا هذا التغيير؟ ما هو سبب تغيير الموقف الآن؟ هل هو خوف من أنه بالفعل هذا الملف بدأ يخرج إلى حيز لا يمكن السيطرة عليه، خاصة وأنه أشار بالعودة إلى اتفاق فيينا والذي وقع في عام 2015 وكان يوحي بجزء من الإيجابية أن إيران ستستمع وستكون أمورها جميعها شفافة فيما يخص الملف النووي؟ تحياتي لك ولفريق العمل ولكل من يتابعنا. شكرك. في الأساس خلال مرحلة التباين الأوروبي الأمريكي ما بين مايو 2018 حتى اليوم، بعض المرات التبس الأمر، لكن حتى إبان وساطة ماكرون ما بين روحاني وترامب
في العام 2019 كان هناك دوما هذا الرأي الفرنسي بوجوب توسيع المفاوضات لتشمل البرنامج الصاروخي والتوسع الإقليمي الإيراني. وأذكر أنه في عهد هولندا الرئيس الفرنسي الأسبق كان هناك وزير الخارجية الفرنسي فابيوس، وقد عطل في أحد المرات الوصول إلى اتفاق 5+1 بسبب مسألة التشديد على مراقبة البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي. الآن بعد نهاية إدارة ترامب وانتظار إدارة بايدن التي تنوي التفاوض مع طهران، تقوم الرئاسة الفرنسية بتحمل مسؤولياتها ووضع سقف للمفاوضات بالقول أن إيران بالرغم من الجهود الأوروبية لعدم إنهاء الاتفاق في العام 2015، لكن إيران لم تحترم هذا الاتفاق. يعني عندما تقول باريس إن الاتفاق إن البرنامج النووي الإيراني أمام عتبة خطيرة، بمعنى أن هناك شك بعدم الاحترام، وهناك نسبة كبيرة من التخصيب، هناك منشآت سرية لا تخضع ربما للتفتيش، وهناك بالطبع برنامج صاروخي نعرف جيدا قدراته اليوم، وأيضا التوسع الإقليمي الذي لم يتوقف. هذا الوضوح من قبل الأوروبيين مطلوب، وبريطانيا عبرت عن نفس الموقف، ننتظر الموقف الألماني، لأن هكذا وضوح سيسهل أيضا مهمة بايدن في حال أراد التفاوض انطلاقا من سقف معين. طيب ألمانيا قد يكون لديها تخوف دكتور خطار بأنه الملف النووي هو من سمح لألمانيا باختراق جدران مجلس الأمن، هل هناك تخوف من أن ألمانيا قد تكون واقفة موقف محايد أو لا تستطيع أن تدلي بما لديها، خاصة وأنه الآن أوروبا تقدم تنازلات للتقرب من إدارة الإدارة الأمريكية الجديدة؟ يعني ألمانيا بالذات تولي حتى الآن مصالحها التجارية الخاصة المقام الأول، إن كان مع تركيا وإن كان مع إيران. ولكن في هذا الموضوع بالذات التضامن الأوروبي حتى الآن ما بين هذه الدول الثلاث الترويكة الأوروبية بريطانيا فرنسا ألمانيا كان فيه تماسك، وأظن سيبقى متماسكا، وأظن أن الجميع لن يقبل بإيران نووية ولن يقبل بالتمادي الإيراني. كان هناك إذن نوع من تنافس تجاري وتباين إبان حقبة السيد ترامب، لكن الآن بمعنى أو بآخر الجانب الأوروبي مدرك أنه لن يسمح بأن تربح أمريكا لوحدها صفقة مع إيران، ولكن أيضا يجب عليه أن يربح أمنه الإقليمي لأنه هو أقرب إلى الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهموم هذه المنطقة تعنيها أيضا. وما الضمان في ذلك؟ خاصة وأن إيران متمادية في سلوكها، كنا نتحدث بالأمس عن تفصيل المواقع التي اختارتها ونقلت إليها أجهزة الطرد المركزي الجديدة، نسبة التخصيب العالية والغير مسموح بها وصلت إلى 18 ضعف من ما تم الاتفاق عليه، كيف يمكن السيطرة على سلوك إيران؟ يعني بالفعل سلوك إيران مقلق، وليس من باب أبدا نوع من التضخيم أو الدعاية. منذ 2003 كان من الواضح عندما دعت فرنسا لبدء مفاوضات أنها قلقة، وهي أول من ركز على خطورة البرنامج النووي الإيراني. يبدو بالرغم من كل الكلام عن فتاوى من قبل خامنئي بعدم تصنيع قنبلة نووية، تعمل إيران على الأقل للوصول إلى المستوى نفسه عند اليابان أو دول أخرى، أي أن بإمكانها صنع قنبلة نووية ويلزم ذلك القرار السياسي، وهذا بحد ذاته يعني أن عندها نوايا خبيثة تجاه الإقليم، لأن عندها نوع من محاولة الوصول إلى تفوق معين من أجل فرض وقائع معينة تخدم مصالحها ومشروعها الإمبراطوري. في هذا الموضوع بالذات موقف روسيا والصين مهم جدا أيضا، وهنا العودة إلى التفاهم الدولي مهم جدا، لا يمكن أبدا القبول بذلك. أعتقد أن الجانب الأوروبي قادر أن يعيد هذه الحيوية للمجموعة الدولية من أجل منع إيران من الاستمرار في هذه الخطة، لأن ذلك يمكن أن يعني قطيعة عالمية معها في حال الاستمرار. سؤال أخير أستاذ خطار، وإذا ما عاد بايدن للاتفاق النووي مع إيران كيف سيكون الموقف؟
يعني ما قاله أليوت أبرامز المندوب الحالي الأمريكي أو المفوض الخاص واضح جدا. يعني أظن أن الأيام تغيرت ما بين حقبتي أوباما وهذه الحقبة، وهناك أمور تغيرت أصلا في آخر عهد أوباما. أخذت إيران تتمرد على البرنامج النووي، حاولت الاستفادة من مليارات الدولارات من دون أن تعطي أشياء ملموسة، ورفضت التفاوض على مسائل أخرى طلبتها الولايات المتحدة. أظن لا لن يعني المسألة ليست مسألة مزاج شخصي بين روحاني وبايدن، هي مسألة ملفات صعبة. إيران دوما حاولت أن تحفظ هذا الخط، أن تبقى مناكفة للولايات المتحدة دون الوصول إلى صدام معها والاستفادة من ذلك. الآن سنرى إذا كانت هذه الإدارة الأمريكية أذكى في انتزاع تسوية جيدة مع إيران لصالح الجميع. شكرا جزيلا على هذه أو على هذا التوضيح من باريس. كنت معنا أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، شكرا لك. دانت الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسط دعوات للنظام إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين. الأمم المتحدة وفي قرار اقترحته كندا وثلاثون دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة أشارت إلى الاعترافات القسرية والتعذيب والوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون الإيرانية، لافتة إلى أن عدد عمليات الإعدام في إيران لا يزال عند مستوى مرتفع يثير القلق. كما دعا القرار الأممي إلى الإفراج عن المسجونين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان وتعديل سوء أوضاع السجناء، لا سيما في ظروف تفشي وباء كورونا. أعلن الجيش الإسرائيلي أن الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود مع سوريا هي الوحدة 840 والموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الوحدة الإيرانية تعمل سراً وتأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية خارج إيران. كما قال بيان للجيش الإسرائيلي أن حقل الألغام الذي اكتشف تم التمكن من تحييده وإبطاله. نحن في منطقة تل فرس جنوبي الجولان المحتل الذي يشهد توترا عسكريا غادات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا. وفي المعلومات بأن إسرائيل وجهت رسالة للفرقة السابعة من خلال استهداف المقر الذي كان فيه قائد الفرقة أكرم حويجة، وذلك في رسالة كي يمتنع عن مواصلة السماح للإيرانيين بالنشاط في هذه المنطقة، بعد أن اكتشفت إسرائيل ثلاث عبوات إيرانية الصنع قبل فترة وضعت في هذه المنطقة خلف السياج بهدف ضرب القوات الإسرائيلية. وحسب الاعتقاد الإسرائيلي قد يكون من وضع هذه العبوات سوريون كانوا تلقوا علاجا في إسرائيل ويعرفون هذا الجيب خلف السياج جيدا. عمليا إسرائيل تقول بأنها ضربت أيضا مقرات للوحدة 840 التابعة لفيلق القدس في الأراضي السورية. ونحن هنا في المنطقة الشمالية في الجولان المحتل، إسرائيل عمليا تحافظ على حال تأهب واضحة في المنطقة، نشرت بطاريات للقبة الحديدية عمليا، وكذلك الأمر يمكن أن نرى أيضا تموضع دبابات التابعة للجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية بشكل واضح، رغم أن التقديرات لدى الإسرائيليين أن العملية الحالية قد تكون إلى احتواء، ولكن إيران ستواصل محاولات التموضع داخل الأراضي السورية، وبالتالي التوتر والمواجهة قد تبقى على قدم وساق. زياد حلبي، الحدث، الجولان المحتل. ونشر الجيش الإسرائيلي صورتين جويتين تظهران المجمع أو المجمع العسكري لفيلق القدس الإيراني وقيادة الفرقة السابعة في قوات النظام السوري قبل وبعد استهدافهما من قبل المقاتلات الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن استهداف ثمانية مواقع لفيلق القدس وقوات النظام السوري ردا على زرع عبوات ناسفة في الجولان.
أخبار أخرى ستناقش ولكن بعد هذا الفصل القصير. يمن التحادي آمن ومستقر، يعيش أبنائه في ظل دولة عادلة، دولة المساواة. الحوثيون أفسدوا بهذه الأموال، الحوثيين سرقوا هذه الأموال من أفواه الجياع. هذه الدعوة من قبل الرئيس اليمني، هل ستلقى استجابة لتنفيذ الخطوات المتعلقة باتفاق الرياض؟ اتفاق الرياض هو هدفها الرئيسي، وإعادة الأمن والاستقرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة. لدينا صور حصرية لانتزاعه مجموعة من الألغام التي وضعتها الميليشيات. لماذا هناك أزمة بإيصال المساعدات لهؤلاء؟ يجب أن تنتهي الحالة الشاذة الموجودة الآن في الجنوب. الحوثيين يستهدفون جيل بعينه. في هذا الهجوم استخدم 8 طائرات مسيرة، إلى أي حد يعتبر ذلك دليلا على استمرار إيران في إرسالها للأسلحة إلى الحوثيين؟ لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. أهلا بكم من جديد. إلى ليبيا، حيث أعلنت ستيفان يوالي أمس رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن توصل الفرقاء الليبيين إلى وقف إطلاق النار وسحب جميع القوات المسلحة والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. واستجابوا لدعوة الأمين العام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي. هذا التاريخي ينص على انسحاب كل الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة في الصفوف الأولى ورحيل كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كامل الأراضي الليبية في غضون 90 يوم. هذه الاتفاقيات الليبية والتي تمت تحت سلطة القرار 25/10 ومؤتمر برلين، وهذا احترام لعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والالتزام الكامل بحظر السلاح، وهذا المجلس له الأدوات اللازمة بما في ذلك منع التدخل الذي يمكن أن يهدد هذه الفرصة في ليبيا. وبعد الترتيبات لنقل القوات الأجنبية من مواقع إنتاج النفط، فتم كذلك اتفاق بشأن هذا لإنهاء الحصار المفروض على النفط في البلاد لفترة طويلة، والآن عاد الإنتاج النفطي إلى ما قبل الحصار عند أكثر من 1 مليون برميل يوميا. والاتفاق على إدارة إيرادات النفط ستساعد إذا حدثت. وفي مسعى لموقف أمريكي أقوى في ليبيا والحد من تدهور الأزمة فيه، أقر مجلس النواب مشروع قانون استقرار ليبيا والقاضي بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي. ومن شأن هذا القانون أن يعاقب داعمي المرتزقة والميليشيات منتهكي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. قانون استقرار ليبيا يحض واشنطن على تعزيز دورها لحل النزاع الليبي. القانون الذي طالته تعديلات عديدة قبل تمريره شدد على فرض العقوبات على تركيا وروسيا وفق ما ذكره تقرير لفورين بوليسي.
من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي خالد محمود. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يبدو أن القضية الأبرز الآن هي كيف، أهلا ومرحبا، كيف يمكن تفكيك هذه الشبكة التي أصبح لها جذور عميقة ولها ارتباطات أيضا، والمقصود بها هي شبكة المرتزقة وأيضا المسلحين الخارجين عن أطر قانونية محددة الآن. خروج القوى الخارجية وهذا شرط الآن لنجاح هذه المفاوضات، كيف يمكن فك هذا الملف المعقد، خاصة وأن المرتزقة لن يأخذوا أوامرهم إلا من تركيا؟ شكرا لهذه. هو احنا بس محتاجين نفهم الأول كيف دخل المرتزقة وكيف أتوا إلى ليبيا. بنتكلم هنا عن أنه أتوا من سوريا عبر تركيا، لكن من الطرف الذي أوعز إلى تركيا أن تلعب هذا الدور؟ أنا بعتقد أنه هنا بنشهد إعادة لاستنساخ مشهد شفناه في 2011 لما نجحت الانتفاضة الشعبية في الإطاحة بنظام العقيد القذافي، واستعان الأمريكان بالمرتزقة الليبيين، وقتها كانوا يعني الثوار في ذلك الوقت، ونقلوا إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد النظام هناك. الآن بيعاد تدوير هذا المشهد من جديد. القائد الحقيقي للمرتزقة ليس تركيا، تركيا هي مجرد وكيل يشرف على نقل هؤلاء. أنا بعتقد أنه المخابرات الأمريكية كانت راعية لقدوم واستجلاب المرتزقة من سوريا عبر تركيا إلى الأراضي الليبية، وأيضا شحنات الأسلحة. الأمر ببساطة شديدة أنه يبدو أنه أحدهم في البيت الأبيض قرر أنه يستغل الملف الليبي لأمر ما. ممكن فهم أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول تغيير ملف الأزمة الليبية لصالحه في الانتخابات الرئاسية التي خسرها. من ثم الأمر كله منوط بالإدارة الجديدة. هل الإدارة الجديدة في عهد رئيس بايدن مستعدة أن تمضي قدما في تنفيذ هذه السياسة، أم سيكون لها وجهات نظر أخرى؟ طيب، البرلمان الأمريكي الآن يتبنى قانون استقرار ليبيا. قانون استقرار ليبيا ينص على أشياء كثيرة، منها محاسبة من يدعم هؤلاء المرتزقة والمسلحين، من يتعاون معهم بصورة مباشرة. نعم، هذا القانون أو القرار الذي صدر بيجعلنا نتساءل وأين كان الكونغرس الأمريكي طيلة السنوات الماضية. المعلومات بتقول أنه أنصار حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين هم الذين يقفوا وراء تمرير هذا القانون داخل الكونغرس الأمريكي لتنفيذ مصالحهم. القانون بيدعو الإدارة الجديدة إلى تقديم تقارير في غضون 180 يوم فيما يتعلق بالمرتزقة و90 يوم فيما يتعلق بالشأن السياسي، وبيأتي في مرحلة انتقالية ما بين إدارتين. فالأمر مش واضح جليا كيف يمكن أن تتعامل الإدارة الجديدة مع هذا القانون، وما مصيره في ظل الوضع الميداني على الأرض في ليبيا. هناك حديث عن وقف التعاون العسكري وفقا للتفاهمات التي تم التوصل إليها في لجنة 5+5 برعاية الأمم المتحدة بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، لكن على الأرض تركيا لا زالت مصرة على انتهاك هذه التفاهمات وتتحداها وتعلن علانية وبصراحة وبشكل رسمي أنها لن تتوانى عن دعم حكومة الوفاق. وهذه هي العقدة الآن يا أستاذ خالد، وهذا ما سألت حضرتك فيه بداية، أنه تركيا هي الجهة الواضحة حتى وإن كانت هناك جهات خفية تدعم وجود أو عدم وجود. نعم. لكن تركيا بصفتها وبوجودها وبتدخلها تحت مسميات وذرائع مختلفة، كيف يمكن أيضا تفكيك المرتزقة وهذه القوى وهي شبكة كبيرة
دون تجميعهم كما أشار المندوب الألماني. لا نريد تجميع مرتزقة مرة أخرى. نعم، إذا ما أرادت أمريكا أن ينتهي تواجد المرتزقة، الأمر ببساطة مجرد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي ينتهي الوضع، وإلا فإحنا قدام مشهد في بيتم استخدام المرتزقة في المنطقة من هنا وهناك لتنفيذ مصالح وفرض أجندات. في الحقيقة وجود المرتزقة بيخلي الحرب موجودة، وخيار اللجوء إلى عمل عسكري ضد جيش المرتزقة ومن يدعمه موجود على الأرض بقوة. وجود الأمم المتحدة الآن كمشرف أساسي على هذه الاتفاقات والبنود التي تم التوصل إليها، ويبدو أن الموقف فيه جزء كبير من الحماس، لأنه يوميا نشهد نقاط جديدة يتم التأكيد عليها، هل من الممكن بالفعل أن نصل إلى نقطة احترام الاتفاقيات التي تضمن إعادة إنتاج النفط، خاصة وأن الأراضي الليبية لديها ثروة كبيرة من النفط وهناك عطلة اقتصادية بسبب ذلك؟ حضرتك لمستي الجوهر الموضوع لما أشرتي لكلمة حماس. فعلا هناك حالة من الحماس المفرط والزايد لدى ستيفاني ويليامز، وهي بالمناسبة القائمة السابقة بالأعمال الأمريكي والتي تترأس البعثة الأممية، وهناك محاولة لترويج أنه في اتفاق بالفعل قائم وسيتم إقراره، في حين أنه المشاهدات والملاحظات اللي موجودة على الأرض بتقول أنه لازال هناك وقت لحدوث ذلك. يعني شكرا جزيلا على التوضيح، هذا ما سمح به الوقت. من القاهرة الكاتب الصحفي أستاذ خالد محمود، شكرا جزيلا لك. كشف وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي عن توقيف عسكريين تخابروا مع إرهابيين ومهربين وجهات أخرى بخصوص الإرهاب، كما أفاد خلال جلسة استماع بالبرلمان بأنه تم إيقاف العسكريين المتورطين خاصة في جنوب البلاد بعد أن عمدوا إلى مد مهربين بمعلومات حول تواجد التشكيلات العسكرية للإفلات من المراقبة. وكان البرتاجي أكد في وقت سابق القضاء على 4 عناصر إرهابية قيادية خلال عمليات مشتركة وإصابة آخرين، إلى جانب حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات الإلكترونية. رفض الأمين العام للاتحاد العام للشغل دعوة راشد الغنوشي لعرض مبادرة الاتحاد على البرلمان، فيما بحث المبادرة في لقاء مع الرئيس قيس سعيد مشددا على أن تونس في أسوأ وضعية سياسية واقتصادية واجتماعية لها منذ الاستقلال. قصر الرئاسة في قرطاج. نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل عرض مبادرة لحوار وطني شامل وناقش تفاصيلها مع الرئيس قيس سعيد. طبيعة المرحلة ودقة المرحلة اللي تمر بها تونس غير مسبوقة منذ الاستقلال. الاتحاد العام التونسي للشغل في تعريفه كمنظمة وطنية فهمتني بطبيعة الحال اللي طرحت في السابق، قلت الاتحاد يفكر في شيء ما، هناك مبادرة اللي فيها توجهات الاقتصادية والاجتماعية وما هو سياسي كذلك. الرئيس التونسي اجتمع غداة طرح المبادرة مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب، فيما شدد الطبوبي في تجمع نقابي صباح الخميس قبل توجهه للقاء الرئيس على أن الاتحاد يبقى أقوى مؤسسة في تونس التي تهاوت فيها جميع المنظومات حسب تعبيره، ووعد بتعزيز دوره كقوة اقتراح وبمفاجآت. إن شاء الله تتفاجئوا في الأيامات القادمة بمفاجآت سارة لنزيد نتأكد مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل بحضوركم وبيكم ومع بعضنا قادرين أن نصنع ربيع الاتحاد ونصنع ربيع تونس. نعطيكم باسم الاتحاد كشف عن اتجاه لإقصاء المتطرفين والأطراف التي لا تؤمن بالدولة المدنية من هذه المبادرة، وهذا يفسر ربما التحفظ الذي قوبلت به من طرف حركة النهضة حتى قبل طرحها رسميا. تجاهل الأمين العام لأكبر منظمة في تونس دعوة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان لعرض المبادرة في مجلس النواب عكس قناعة داخل الاتحاد
وجميع شركائه الاجتماعيين، عبر عنها المتحدث باسمه بوضوح عندما قال إن البرلمان الحالي شكل جزءا من المشكلة. مجلس خلال سنة لم يقم بمراكمة إلا الفشل والمشاكل في تونس، وبالتالي اليوم نحن نحتاج إلى حوار سياسي يعيد تشكيل هذا المشهد، ويعيد من الضروري والأساسي أن يكون هنالك دعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها. ويتوجس الغنوشي من أي حراك قد يدفع لانتخابات سابقة لأوانها، في الوقت الذي أظهرت فيه استطلاعات رأي حديثة تراجع شعبية النهضة وصعود غريمها الحزب الدستوري الحر. خليل ولد جدود، الحدث، تونس. شكك رئيس حزب العمال التونسي في نية قطر من منحها وديعة للجمهورية التونسية بقيمة 500 مليون دولار، معتبرا أنها لم تقدمها عن حسن نية، كما أنها لن تكون مجانية. وأضاف أن الدوحة اشترطت كمقابل لمنح هذه الأموال تنقية الأجواء بين الرئيس التونسي قيس سعيد وزعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي. إلى فاصل قصير ونواصل بعد النشرة. يزداد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي كل لحظة، والأرقام تتضاعف كل يوم. ما هو مصدرك الإخباري على هذه المواقع؟ الحدث، مصدرك الإخباري الأسرع والأكثر دقة. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، أصبحنا الحدث. صور، أرقام، وأخبار في يومك. كم من المعلومات تشاهد؟ هل تعرف مصدرها؟ ابحث عن المصدر قبل المعلومة. أهلا بكم من جديد إلى فرنسا هذه المرة. ومع معركة الكر والفر بين السلطات الفرنسية والجمعيات والمنظمات التركية التي تشرف عليها جماعة الإخوان، مستمرة وسط تعالي الأصوات من جماعات إسلامية معتدلة، مطالبة الحكومة الفرنسية بضرورة تفكيك هذا التنظيم الذي وصفته بالإرهابي وإغلاق المزيد من المراكز والجمعيات التركية. تفاصيل أكثر مع الزميل سعد المسعودي. مسلسل إغلاق الجمعيات والمؤسسات الإسلامية التركية والممولة من قطر مستمر. هذه الجمعيات التي وجدت بعض الثغرات في القانون الفرنسي الذي يسمح بتأسيس جمعيات ومراكز دينية قامت بأعمال متطرفة لا تتماشى وقيم الجمهورية الفرنسية، ومنها منظمة الذئاب الرمادية المتطرفة التي تم حظرها، حيث قامت بتنظيم تظاهرات معادية للأرمن في عدة مدن فرنسية، وقاموا بكتابة اسم منظمتهم على نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمينية في مدينة ليون. قطر تبحث عن الاستثمار في المراكز والمنظمات الدينية كما تفعل تركيا، وهي تستثمر في المجالات الاقتصادية والرياضية والإعلامية، كما هو الحال استثمارها في المؤسسات الدينية من أجل التأثير على المسلمين. كما تم الكشف عن مؤسسات دينية وجمعيات مدنية ترتبط بأنقرة داخل الأراضي الفرنسية، منها بركة سيتي التي تم إغلاقها وحبس رئيسها الذي طالب باللجوء السياسي إلى تركيا، إضافة إلى مراقبة لجنة تنظيم المسلمين الأتراك في فرنسا والاتحاد الفرنسي التركي وغيرها، وهي ترتبط بالرئيس التركي أردوغان. المشكلة لا تكمن في بناء المساجد، وإنما بما يندرج تحت ذلك من أهداف تكمن بدعم الإسلام المتطرف في أوروبا، وهذا الدعم المالي يستخدمونه بفضل قوانين الحرية.
وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أكد أن فرنسا ستقوم بإغلاق العديد من المنظمات والجمعيات وكيانات مجتمعية بعد موافقة مجلس الوزراء ومنها التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا. هناك 12 مركزا دينيا متطرفا قمنا بإغلاقها، ومن ضمنها جوامع غير مصرح بها ومراكز ثقافية ومدارس ومؤسسات في طريقها للإغلاق في الأيام القادمة. وتأتي هذه الإجراءات في ظل حملة أمنية قامت بشنها قوات الشرطة الفرنسية ضد عدد من الذين لهم علاقات مع التيار الإسلامي المتطرف في فرنسا. الرئيس الفرنسي ماكرون طالب مسؤولي الديانة الإسلامية على تشكيل مجلس وطني للأمة ووضع ميثاق لقيم الجمهورية، وشدد على أن الإسلام في فرنسا هو دين وليس حركة سياسية، وينهي التدخل أو الانتماء لدول أجنبية. سعد المسعود، الحدث، باريس. إلى اليمن، حيث تتضاعف جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث تمكن مكتب التنسيق الطبي للقوات المشتركة في العاصمة المؤقتة عدن منذ أواخر العام 2019 من معالجة أكثر من 5000 جريح وأكثر من 1300 علاج مريض حالة إنسانية من مختلف المحافظات. رتفان الدبيس، تفاصيل. لم تقتصر جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن على الجانب العسكري في مواجهة ميليشيا الحوثي ذراع إيران في اليمن، بل امتدت إلى جوانب أخرى إنسانية وتنموية، أبرزها ما يقوم فيه بالجانب الصحي، حيث تمكن مكتب التنسيق الطبي للقوات المشتركة منذ أواخر العام 2019 حتى الآن من معالجة أكثر من 5000 من جرحى الحرب والمدنيين، إضافة إلى معالجة أكثر من 1000 مريض. من بداية استلام المهمة كنا حريصين على موضوع التسفير للخارج نظرا لعدم إمكانية المستشفيات في الداخل اليمني. فعلا بدينا بالمقابلات مع الناس وسوينا معاهم المقابلات بعد الفحص وبعد التدقيق مع الدكاترة الموجودين معنا في القسم، واللي كانوا محتاجين للسفر تقريبا حوالي 324 شخص اللي تمت الموافقة عليهم 242. لدينا أكثر من 1200 جريح في محافظة البيضاء، وما بين إعاقة دائمة وإعاقة متوسطة. مكتب القوات المشتركة، مكتب التنسيق الطبي للقوات المشتركة في عدن، يعني لم يعلو جهدهم في علاج هؤلاء الجرحى، توفير احتياجاتهم. الآلاف من هؤلاء الجرحى والمرضى عولجوا على نفقة التحالف في مستشفيات عدن، كما تم نقل المئات من ذوي الحالات الحرجة للعلاج في مستشفيات عدة في مصر والأردن والهند ودول أخرى. قدم العلاج والرعاية للآلاف من جرحى الحرب والحالات الإنسانية، ورغم انعكاسات جائحة كورونا فإن مكتب التنسيق الطبي للقوات المشتركة واصل تقديم العلاج والرعاية من داخل اليمن بكل طاقاته. ردفان دبيس، الحدث، عدن. إلى السودان، حيث أكد وزير الري السوداني ياسر عباس خلال اجتماع تفاوضي بخصوص سد النهضة عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق، مشيرا إلى أن مصر وإثيوبيا أصرتا على التفاوض بالأساليب المجربة والتي وصلت إلى طريق مسدود. وقال إن السودان طلب بالعودة للاتحاد الإفريقي لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا. عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق وطالب بالعودة للاتحاد الأفريقي. استؤنفت بعد توقف وانتهت بالمحصلة ذاتها جولة افتراضية جديدة لمفاوضات صد النهضة المكوكية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لم تستغرق سوى ساعة. قرر بعدها الجانب السوداني تعليق مشاركته في أي مفاوضات قادمة ما لم تتغير طريقة ومنهج التفاوض، وإن رأت مصر وأثيوبيا والوسطاء مواصلة الجولة. بالرغم من توضيح الوفد السوداني لموقفه مرارا، إلا أن السيدة دكتور باندور رئيسة الاجتماع وفي مخالفة إجرائية واضحة مضت في الدعوة لمواصلة التفاوض لمدة 10 أيام غادمة، الأمر الذي يراه السودان غير ذي جدوى وتمت تجربته مرارا في السابق دون تقدم يذكر.
جمود آخر إذن يحيط بطاولة التفاوض لبحث النقاط المختلف عليها حول مشروع سد النهضة الفنية منها والقانونية، لكن مراقبين يرون أنه من غير المستبعد أن يلجأ السودان إلى خيارات أخرى غير الاتحاد الإفريقي إن لم يجد دورا ملموسا له في الضغط ومن ثم حسم الخلافات. بالتأكيد يمكن أن يلجأ إلى الأمم المتحدة، إلى أمريكا، إلى الدول المؤثرة أو المنظمات القوية التي لديها سلطات أو ضغوط، يعني يمكن أن تضغط على الأطراف الثلاثة. الموقف السوداني الذي بدأ قاطعا هذه المرة حمل بين سطوره أيضا التشديد على المطالبة بدور أكثر فعالية للاتحاد الإفريقي ومراقبيه في تقريب وجهات النظر على الأقل حول النقاط الخلافية بين الدول الثلاث إن لم يكن حسمها. سعد الدين حسن، الحدث، الخرطوم. ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي أستاذ عمار عوض. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمار. أستاذ عمار، يعني يبدو أننا نعود دائما إلى نقطة الصفر مع هذه الخلافات، وهناك وجهات نظر متباينة، لم نستطيع الاجتماع على وجهة نظر واحدة. كيف يمكن الآن أنه تفعيل دور الخبراء وهذا ما تطالب به السودان، وتفعيل دور أيضا الاتحاد الإفريقي ومراقبيه في ظل هذه الظروف المتوترة، في ظل منهجية هي لا تعتمد وجود الخبراء منذ بداية التفاوض؟ السودان هو موقفه واضح كما تفضلتم أنتم في التقرير، ونحن كما استمعنا إلى السيد وزير الري، لا يمكن للسودان كما قال أن يدور في حلقة مفرقة وأن يكون التفاوض إلى ما لا نهاية. والسودان واحد من الدول الأساسية التي تريد أن يكون اعتماد الحل داخل البيت الأفريقي، وكما تحدث أيضا وزير الري أن النقاط الخلافية هي نقاط هنالك تمترس حولها منذ فترة طويلة، ومن الأفضل أن يعطى دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقديم نقاط يمكن أن يتم الاتفاق عليها أو منطقة وسط لنخرج من هذه الدايلمة. ولكن السودان أيضا سيعيد هذا الملف للاتحاد الأفريقي، وأن يتدخل الاتحاد الأفريقي من أجل أن يقول رأيه في هذا الأمر وأن يفرض حلول، ثم يكون الباب مفتوح بعد ذلك للسودان. لكن كل دولة من الدولتين من الواضح أن لديها، مثلا أثيوبيا كانت في السابق تتفق مع السودان في الجولة الفائتة في أن يكون هنالك دور أو تعظيم دور خبراء الاتحاد الأفريقي. الآن أثيوبيا أيضا تراجعت من هذا الموقف وتركت السودان لوحده. مصر لديها حساباتها الداخلية، هي تنظر إلى، من الواضح بالنسبة لي في التحليل أن مصر تنظر إلى الأوضاع الداخلية داخل أثيوبيا، وهي ليست ربما تبدو حريصة على أن يكون هنالك، تنتظر على ماذا ستثمر الضغوط الداخلية التي يقودها أبي أحمد. هل بعد فترة من الفترات، لأن أبي أحمد بالنسبة لي سيكون له من الصعب أن يرفض طلبات لدولة مثل السودان، والسودان دولة مجاورة لأثيوبيا، وأثيوبيا تعيش اضطرابات، ولا يمكن أن يحمل السلم بالعرض بالنسبة. طيب، ولماذا المماطلة وتضييع الوقت أستاذ عمار؟ لماذا المماطلة وتضييع الوقت؟ يعني الاعتراض أيضا السوداني أنه مخالفة إجرائية واضحة تمتد لعشرة أيام، وبالتالي السودان انسحبت من هذه التفاوضات. بالنسبة لي في التحليل، بالنسبة لأبي أحمد، أنا أعتقد أن أبي أحمد طبعا قضية سد النهضة هي واحدة من القضايا الداخلية التي يتم لا أقول المزايدة على أبي أحمد فيها من قبل عدد من القوى التي تناهضه داخل أثيوبيا، وترى أنه يفرط كثيرا في الحقوق الأثيوبية، ويتم إعلاء النعرات القومية داخل أثيوبيا ضد أبي أحمد. لذلك هو لن يكون من الصعب عليه في الوقت الراهن أن يقدم تنازلات أو أن يقدم أي شيء من هذا القبيل، لأنه يريد أن يظهر بالنسبة للشعب الأثيوبي أنه هو حمى الشعب الأثيوبي أو المحافظ على حقوق الشعب الأثيوبي، لحسابات داخلية تتعلق بالمعارك التي تدور في إقليم تيغراي. لكن هذا الأمر في تقديري لا يمكن أن يستمر كثيرا. الاقتصاد الأثيوبي بعد فترة من الفترات سيتأثر بفعل هذه الحرب، مما سينعكس أيضا على عمليات سد النهضة.
طول مدة الحرب وقلة المؤن في أثيوبيا وغير ذلك من لأن أثيوبيا ليست لديها سواحل تعتمد على السودان، ففي لحظة من اللحظات أعتقد أن أبي أحمد سيجد أنه يجب أن يجد تفاهم مع السودان، وما كان كما قالت مجلة فورين بوليسي أن السودان الآن أصبح رقم، فبالتالي أنا أعتقد على أبي أحمد أن الحكومة الأثيوبية أن تراجع مواقفها وأن لا تتعنت وتترك السودان في هذا الأمر، لأن هذا السد يهدد سد الروسيرس، يهدد المناطق الحدودية. السودان أيضا يريد أن يحسم هذا الأمر في ظل تساقط الأمطار التي شهدنا كيف في العام الماضي كيف كانت الفيضانات. لا يمكن السودان أن يكون في مثل هذه الحالة التي وجد الموجود عليها الآن. مع مرور الزمن أنا أعتقد أن أبي أحمد ستتغير الموازين، وإلا ستكون هنالك مشاكل كثيرة بالنسبة للداخل الأثيوبي، لأن لا السودان ولا مصر يمكن أن يتركوا هذا الحبل على الغارب بهذا الشكل. هناك دعوة إلى تدخل الأمم المتحدة، هناك دعوة أيضا إلى تدخل أيضا أمريكا في حل هذه القضية. هل بيدهم الحل السحري لتجميع الأطراف للاتفاق على ما اختلف عليه منذ البداية؟ طبعا الولايات المتحدة كان لها دور في المفاوضات السابقة مع خبراء البنك الدولي، والرئيس ترامب كان لديه مآخذ على أبي أحمد، وقاد ذلك لأن يفرض عقوبات على أبي أحمد بأن لا يرسل المعونات نسبة لأنه أخل بالمفاوضات. لكن من ناحية أخرى أيضا الولايات المتحدة الآن مشغولة هي الأخرى بصراعات داخلية سياسية غير محسوم من هو الموجود على رأس البيت الأبيض، وكل الأطراف ليس في منطقة القرن الأفريقي ولكن في كل العالم ستكون هنالك شبه فوضى، أن كل شخص يمكن أن يتخذ ما يراه مناسب أو ينتظر ولا يقدم حلوله النهائية حتى ينتظر من هو الذي سيكون على سدة البيت الأبيض، وهذا الأمر سيؤثر على قضية صد النهضة، سيؤثر على قضية الأمن بشكل عام في منطقة القرن الأفريقي، هذا الفراغ الذي تعيشه الولايات المتحدة، وسيلقي بظلاله حتى على الحرب الأثيوبية، على صد النهضة، حتى علينا نحن في السودان سياسيا. نعم، الشكر الجزيل لك على هذا التوضيح، كنت معنا من الخرطوم الصحفي أستاذ عمار عوض، شكرا جزيلا لك. أنهى الجيشان السوداني والمصري مناورات جوية مشتركة في قاعدة مروي الجوية بشمال السودان تحت عنوان نسور النيل واحد، وأكد رئيس أركان الجيش في كلا البلدين على أهمية تعزيز العلاقات العسكرية بينهما في وقت تجري فيه مناورات نسور النيل 2 في القاهرة في وقت لاحق. على مدى 7 أيام كانت تشهد قاعدة مروي العسكرية مناورات مشتركة بين القوات الجوية السودانية والمصرية. تهدف هذه التدريبات التي تسمى بنسور النيل واحد التخطيط للعمليات القتالية وإدارتها واكتساب الخبرات وتبادل المعلومات. تعزيز العمل العسكري تحديداً بين ضباط الجوية يأتي بعد زيارات رفيعة متبادلة بين السودان ومصر، حيث أكد رئيس الأركان السوداني محمد عثمان الحسين على استمرارية هذه المناورات. حق لنا أن نقرأ هذه المبادرة الكريمة وهذا التمرين، والذي به نتطلع لأن يكون بداية كما ذكرت لأعمال مشتركة ليس بين البلدين مصر والسودان فحسب، بل بالمشاركة والتعاون بين كافة دول الإقليم. الاستعراض ينعقد وسط أجواء متوترة في الداخل الإثيوبي، وهو ما جعل رئيس الأركان المصري يلمح إلى تحديات ومهددات أمنية قد تواجه مصر والسودان. لا شك أن التطور الكبير والسريع في طبيعة التهديدات والتحديات الموجهة للأمن القومي المصري والسوداني يفرض مزيداً من المستويات على القوات المسلحة المصرية والسودانية. وإن كانت هذه المناورات عسكرية لكنها لا تخلو من جانب سياسي، إذ أكد الطرفان على ضرورة التنسيق الاستراتيجي وليس التدريب والتعاون فحسب. لينا يعقوب، الحدث من قاعدة مروي العسكرية. الأخبار من الحدث. فرنسا تؤكد أن برنامج إيران النووي وصل مرحلة خطيرة وبات أقل قابلية للمراقبة، وتشددت على توسيع المفاوضات لتشمل صواريخها البالستية.
مبعوث واشنطن إلى إيران يحذر أي إدارة جديدة من العودة للاتفاق النووي مع إيران، ويؤكد أن عقوبات أخرى لا يمكن تغييرها بسهولة. الأمم المتحدة تشدد على خروج المرتزقة ووقف التدخل الخارجي كأساس للحل السياسي الليبي، وترحب باتفاق إعادة إنتاج النفط. مع إخفاق جولات جديدة من مفاوضات سد النهضة، السودان يحمل المنهج السابق مسؤولية الفشل ويطالب بدور إفريقي أقوى. شكرا لكم على حسن المتابعة أينما كنتم مشاهدين، نلقاكم في الساعة القادمة ومواضيع أكثر تفصيلية. إلى اللقاء.